الحقيقة احنا مستمرين تظاهراتنا بساحة التحرير وصامدين ومصرين على البقاء، لكن كإجراءات وقائية احنا اتخذناها في ساحة التحرير، اتخذنا إجراءات تعقيم وتعفير لخيمنا ولإخواننا المتظاهرين الموجودين الثارين في الساحة، حصلنا نفسنا باستخدام الكحول كمعقم ونستخدم الكفوف ونستخدم الكمامات وتطهير كل نصف ساعة، ونباشر بحملات تعفير على الخيم، نحاول نقلص من عدد اللي مقيمين في الخيم، نحاول نحدد نهتم بموضوع نظافة الأكل والمأكل والمشرب اللي نمول بساحتنا، وإن شاء الله موضوع كورونا يعدي على خير وما تتأثر بساحتنا، ومستمرين في مطالبنا وما أعتقد أي شيء راح يكون عائق بيننا وبين الاستمرارية بمطالبنا. احنا كثوار ما همنا الموت، ولكن احنا أيضا نحافظ على الثوار اللي موجودين ويانا، وقلت لك مستمرين بحملات التعفير والتعقيم وإن شاء الله مستمرين وباقين بالساحة. وزير الصحة ده يطلب انه بعد كم يوم يسوي منع تجوال، اي بس احنا برغم هذا كورونا او غيرها او قمع او لو شنو يسوون، يعني خطف، حرق الخيام، خطفنا اعتقالاتنا، ضربنا، بكل شيء احنا مستمرين باعتصاماتنا، وطبعا الوقاية من كورونا يريدون اي سبب حتى يضربون به المتظاهرين، اي فلهذا حاليا اذا شوفون بخلاني يوميا ضرب وبشتى انواع الاسلحه، يعني وان شاء الله يعني احنا نريد انه كافي شهداء تروح وكافي ناس تروح من عندنا، نريد نستمر بثوره سلميه، يعني هم يكونون سلميين. الحكومة ماضية بمشروعها بالقضاء على الاحتجاج السلمي من خلال عمليات القمع بشتى الوسائل اللي استخدموها بقى المتظاهرين. اليوم اتخذوا من فيروس كورونا البيولوجي القاتل ذريعة، لكن المتظاهرين عندهم صمود، عندهم إخلاص للتظاهر، إخلاص للسلمية، متمسكين بمبادئنا ومطالبنا وما ممكن التراجع. فيروس كورونا ليس أخطر من قمعهم وقتلهم، ممكن التعامل على أنه فيروس والفيروسات ممكن تصدي لها من خلال وسائل التطهير، رغم أن الفساد أضعف مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الصحة وهي مسؤولية اليوم، وبالتالي نشوف مسؤوليتنا اليوم احنا كمتظاهرين بالممكن على طريقة الوقاية خيم علاج. عندنا وسائل بسيطة بعد غياب الدولة عن دورها، لكن لا تراجع ولا تراجع مستحيل أن نكون في الخلف، احنا دائما في المقدمة، دائما نقود الحياة، واحنا متحضرين يعني ومتحفظين بنفس الوقت، الراعي كل الظروف، لكن أن تتوقف التظاهرات مستحيل. القوات الأمنية عمياء وهي مو قوات أمنية، هي قوات مأجورة تقتل بدون رحمة، لذلك لابد من أكو صيغة تفاهمية توافق، لازم تكون خطوة أكثر سلمية، عدم الاحتكاك بالقوات اللي هي شبه أمنية وهي عبارة عن عصابات مسلحة مأجورة أو باسيج إيراني بالحقيقة، نكون أكثر دقة، هي عبارة عن باسيج. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص فيروس كورونا والتعامل معه كمعتصمين، لليوم لم نطرح في اجتماعاتنا أو لقاءاتنا وتجمعاتنا كمعتصمين موضوع كورونا لفضل الاعتصام، بالعكس نعتبره أنه واقع حال فرض علينا، والفيروس جاء بعد التجمعات أو الاعتصامات، فنتخذ من هذه الاعتصامات هي وسيلة لبث ثقافة الوقاية وبث ثقافة التحصن من هذا الفيروس. اليوم المؤيد والمعارض للفيروس يتابع الاعتصام، فلذلك نتخذ الاعتصام هو وسيلة لبث ثقافة الوقاية. طبعا تستهدفهم محاولة فتح الطرق، لذلك احنا كمعتصمين وصلنا لمبادرة هي قطع تحويل ساحة الخلاني من ساحة كروفر إلى ساحة اعتصام سلمي وآمن. عملنا على كرنفال ونصبنا الكرنفال والخيم، واليوم تجمهر وإلى الآن يعني الوضع آمن وماكو أي إطلاقات غازية ولا مبادرات من قبل المتظاهرين للتصادم مع قوات الشغب. طبعا البعض هو عنده مفارقة أو عدم وعي لقياس حركات الاحتجاج، اليوم ما يفرقون بين الاعتصام والتظاهر، لذلك يخلون مقياس قوة الاعتصام هي الأعداد، مع أنه مو الأعداد مقياس الاعتصام، مقياس قوة الاعتصام هي الفكرة والثبات والإصرار على هذه الفكرة، لكن مقياس قوة التظاهر هي الأعداد. اليوم جاي يقيسون أنه الاعتصامات ضعفت أو الاحتجاج أو الثورة بالعراق ضعفت لمشاهدة الاعتصام، الاعتصامات والثورة مستمرة، والدليل المسيرات الطلابية مستمرة، ومتى ما دعونا إلى مليونية جاء تحضر الناس المحتجة، بالإضافة إلى الناس الداعمة والناس المؤيدة في برامج التواصل الاجتماعي، ونشاهد مقبولية وتأييد للثورة بنسبة 90% في شارع العراق. بداية شهداؤنا فخرنا، ولحق لهذا السيل من الدماء المستمر قام أبناء الدقلاوي ومخيمات أبناء الدقلاوي وبالتعاون مع مخيمات أخرى بالتنسيق مع قادة عمليات بغداد والضباط الموجودين في الجانب الآخر من قوات الشغب وغيرهم، بالتنسيق معهم لإيقاف المناوشات بين المتظاهرين والشغب وإراقة الكثير من الدماء. فسوينا هاي المبادرة اليوم على مود نوقف هاي أعمال العنف والشهداء اللي دا تروح يومية واللي وصل عددهم أكثر من 800 شهيد.
شهدائنا فخرنا وشبابنا نريد نحافظ عليها ونحافظ على اعتصاماتنا السلميه. فسوينا هالمبادره وان شاء الله ما تنخرق لا من جهه قوات الشغب ولا من جهتنا. وهاي المبادره توعويه بها كتب وحتى نسوي اعتصامنا السلمي. اي تأجيل الاعتصام ماكو، فنحب نخبركم الاعتصام موجود مستمر. فاحنا راح منا وهيك الثوار المعتصمون التحريريون راح يطلقون مبادرات حول التوعية الصحية لان مرض كورونا نحو التفشي بصورة عامة في العراق، واكو تكتم اعلامي حول هذا المرض. الحكومة قضيتها سقط المظاهرات لان احنا متظاهرين ضدهم، لان احنا يعتبرونا احنا معارضين واحنا صدق معارضين، هاي حكومه الفساد وذولا. فاحنا ما لنا غرض بالقصف الامريكي والقصف الايراني، احنا قضيتنا نريد وطن، نريد عراق حر. انا شو اللي دخل بالقصف؟ انتم مسوي لي ساعه صراعات، شو اللي دخل انا رجال اريد حقق لي المطالب، ها واحدة اثنين ثلاثة أربعة ثمان لا رايد وطن، رايد رئيس وزراء غير جدلي مستقل، ها وتحاسب لي هذول القتلة وابوك الله يرحمه. لا نكل ولا نمل ولا نتعب، إننا باقين مستمرين وأبد ما نتراجع. وهاي التداعيات والتسقيط الإعلامي ومن الأحزاب ومن نواشيط الممولين، فأي تراجع ماكو، احنا مستمرين لأن هاي دماء الشهداء من يأخذ بحقها؟ الله الأحد، يعني هذا التسقيط إلى متى؟ فأنتم مضغوطين من هاي المظاهرات، فأقول لكم احنا مستمرين وأبد ما نتراجع، خلوها ترجيع بذانكم. متظاهرين بما انه احنا ثورتنا ثوره وعي وقادنا الوعي بهاي الثوره، فراح ننتظر الحالات ونشوف استهتار وزاره الصحه، اذا استمر راح نتخذ احنا اجراءات، مو بس انسحابنا وانما احنا اللي راح نوفر عنايه وحملات توعيه وتعقيم. سبب انه المتظاهرين دمرت الاحزاب ودمرت كل تفكيرهم وكل خططهم، حاولوا يفرقونا بكل شيء، زرعوا مندسين، مسيل دموع، طلق حي، صشيم، كل انواع القمع، كلها تهديدات ما تهمنا ولا اصلا مفكرين بها ولا ببالنا، وما يقدرون يفرقون الاعتصامات. هاي
يعني ما يقدرون اذا ما يضربون المتظاهرين ما يذون المتظاهرين. المتظاهرين بساحه الخلاني هم متظاهرين سلميين، واكبر دليل اللي صار اليوم نصبنا خيم ورفعنا لافتات وسوينا بزار اكثر مره، نسوي هدنه ويا الشغب ونعطيهم اكل وبعد ذلك يضربونه، فهدفهم واضح هي قمع، قمع بقمع. اول شيء ماكو شيء يعني انه قالوا ان الكورونا حتلغى المظاهرات السلميه مالتنا، مظاهراتنا مستمره بسبب انه اقول لكم شغله واحده، انه المظاهرات ما سحبت بوجود القناصين والقمع اللي كان للتحرير، مظاهراتنا استمرت حاليا بالخلاني وماكو اي يعني انسحاب، مظاهراتنا سلميه وابد ما ينسحبون المتظاهرين الموجودين انا بالخلاني. اولا سبب استهداف القوات الامنيه لعناصر الشغب المتظاهرين بساحه الخلاني حتى ياخذون الرد السلبي من المتظاهرين للدفاع عن نفسهم، كل ما دافع المتظاهر عن نفسه راح يقولوا لك ان الاعلام او تصويرهم للاعلام ان هم المتظاهرين السبب الوحيد اللي خلونا اللي احنا نطلق عليهم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، سبب الاعتصامات اللي احنا جاي نسويها، احنا اعتصاماتنا السلميه وهم جاي يطلقون علينا الغاز ويقمعون بينا، لما نكون بحاله دفاع عن نفسنا وندافع عن منطقتنا وندافع عن التحرير راح ياخذوها بفكره انه هم اللي جاي يحمون المنطقه وجاي يحمون الشوارع، فالعكس صحيح. اليوم المبادره كلش حلوه انه اخذنا من عندهم تساتر وقعدنا وقلنا لهم سلميه، انسحبوا هم بالبدايه، جماعتنا قدموا لي غد بحيث احنا نجيبهم، كان هناك موكب خلينا للصور ما الشهداء، العوائل الشهداء تجمعوا هنا يعني يذكرون اولادهم واخوانهم واصدقائهم اللي فقدوا بالثوره هذه، فعبرنا اللي قال انه نخلي الشغب ينسحبون اللي ورا، القوات الامنيه دخلونا قالوا لنا انتم قاعد ترموا عينا بالحجاره وبالابطال المولوتوف، قلنا لهم ترى احنا حاليا وقت صباح والعالم جاي تمشي وماكو اي شيء من هذا الشيء، انتم تحبون تخربون بس المظاهرات السلميه اللي احنا قاعد نسويها والاعتصامات اللي ماشيين بها. أساعد على مود مرض كورونا، وزعت الكمامات وعقمت ولبست الكمامة حتى الكل تتعظ لحد الوقاية من هذا المرض، وإن شاء الله يعدي هذا المرض وتأدي هاي الأزمة على خير إن شاء الله، ونتمنى السلامة لأخوتنا الموجودين بكل الساحات أن يلبسون كماماتهم والجفوف والتعقيم دائما وياهم وما بهم غير العافية. ابد ما تنهي الاعتصامات، لانه احنا بالوقت اللي موجوده بالاعتصامات نوفر لهم معقمات وجفوف وكمامات، ذني اهم شيء احنا نوزع لهم ايام الموجودين، احنا التجمعات نحاول نقللها بس مو انه الكل ينسحب، لانه اذا الكل ينسحب يعني اكيد يعني حيستغلوها وراح يعني تفشل هاي، انا اقول لك تفشل لانه اكيد من حينسحبون راح يطبون الشغب، فلازم الكل تبقى يعني اوكي الكل يتبع اسلوب الوقايه، لازم لان اسلوب الوقايه مهم، ما اقول لك لا لا تتبعون اي اسلوب وعادي ويعني لازم الانسان يتبع اسلوب الوقايه لانه كلش مهم، هي اليوم مبادره قالوا انه سلميه يعني اتفقوا بيناتهم سلميه ماكو اي ضرب واي رمي، بس ما ندري هم ليش قبل فتره هم يعني قالوا سلميه وهيك بس وراها فشلوها يعني قالوا لا وضربوني هماتين، وقبل فترة هماتين قالوا سلمية يعني المتظاهرين تقربوا من عندهم واخذوهم، أكو اللي زينوه وأكو اللي خطفوه وما رجعوا أصلا، فما ندري إحنا سلمية هسه لو لا ما نعرف، أكيد ويلتهدى إحنا نريد إحنا السلمية قبل إحنا نريد ضرب وهاي، لا أكيد إحنا نريد سلمية بين المتظاهرين وإحنا الكل دا تلاحظهم هسه سلميين. Let's go.
مستحيل نتعب، لحد الآن موجودين إحنا بالساحة، فهذا أي سمو عنده إذا أريد نتعب. ماكو تأجيل، لأن لحد الآن إحنا ثابتين بالساحة وما يهمنا هذا المرض. لأن تريد تسكت صوت الحق، ما تخلينا يعني نتظاهر، نطلع ناخذ حقوقنا. يعني هي حكومة مجرمة تابعة لإيران، يعني هي الأحزاب ما سكتتنا، يعني سكتنا هيك مرض مستحيل، يعني باقين ومستمرين الحق ما نحقق مطالبنا وناخذ حقوقنا. يعني عندنا معقمات وعندنا مفارس طبية تساعدنا، فما نخاف. والشارع هدم راح يستلمون الشباب والمواطنين بالضرب. اكو حمله تعقيم وتعفير بمنطقه تحت التحرير وشويه تقليل من التجمعات لا اكثر ولا اقل، بس ما تنتهي، مستحيل تنتهي حتى لو مو كورونا. ابسط يعني ابسط سبب واكثر سبب انه ضد مصالحهم، ضد وجودهم، لان يهدد وجودهم كسراق ونهاب للمال العراقي. Thank you.
المبادرة هي أنه عدد من الشباب تم نصب الخيام على ساتر الخلاني من أجل الضمان بأن لا يعبر الشباب متحمس وممكن أن يتعرضون للخطأ وللضرب من قبل القوات الأمنية. فهو هذا كانت المبادرة بشكل عام، أنه هي الحفاظ على هذا الساتر والحفاظ على وعي الشباب وأيضا الحفاظ على هذه الساحة بيد المتظاهرين. التجمع ينهى بتحقيق المطالب، حققوا المطالب وسننهي التجمع يعني باليوم التالي. ببساطة حققوا المطالب وسننهي التجمع باليوم التالي. أما والله مرض والله فيروس، إنه التجمع بدون تحقيق المطالب صعب جدا أن نقنع من خسر 700 شاب، خسر 700 حياة، تقنعه بأن يرجع للبيت. حققوا المطالب سنرجع في اليوم التالي. القوات الحكومية تستهدف المتظاهرين في كل مكان، في ساحة الخلاني وفي خارج ساحة الخلاني. المتظاهرين هم دائما هدف لهذه القوات، وأنا أعتقد أن القوات الأمنية والطرف الثالث كما يسموهم هم يستهدفون المتظاهرين في كل مكان في ساحة الخلاني وخارج ساحة الخلاني. هذه التظاهرات منذ بدايتها تعمل على إنهاء المحاصصة. هذه الحكومة ولادتها وأساس وجودها هو المحاصصة، هو الفساد، وهذه التظاهرات، هذه الثورة جاءت لتنهي المحاصصة، لتنهي الفساد، وبالتالي تنهي وجودهم. فبالتالي هم سيستخدمون كافة وسائل لمحاربتنا وكافة وسائل لتشويه سمعتنا. بالتأكيد هذه الأحزاب ومن يعني يقف وراءها يعني تحاول بكل الأحوال أن تنهي هذه الثورة، هذه الثورة العظيمة، ثورة الحقوق، ثورة الشباب، ثورة الشهداء. هذه الأساليب هي بالتأكيد نحن نعرف ما وراءها، نحن مستمرون، وهذه هي الثورة، ثورة الشهداء. نحن عندما نكون في ساحة التحرير وكل الساحات نكشف كل التقصير الحكومي في ناحية في نواحي الصحية وفي نواحي الاقتصادية. اليوم المتظاهرين هم بالتأكيد هم عندما يتظاهرون ضمن مادة 38 من الدستور لهم الحق بالتظاهر في كل الساحات. نحن موجودين في ساحات التحرير أكثر من 5 أشهر، رافعين المطالب ورافعين الاحتجاجات ضد هذه الأحزاب التي قصرت أكثر من 17 سنة و 18 سنة بتقصير واضح بكل النواحي، ومنها الناحية بالتأكيد التي تخص المواطن، منها الصحة وجميع النواحي. نحن مستمرون ولا يعني لدينا نية يعني بسيطة أن ننهي هذه الاحتجاجات. هذه الثورة العظيمة هي مستمرة إلى أن تحقيق المطالب. كل الساحات طبعا في كل المحافظات استهدف المحتج والمتظاهر بأنواع كثيرة، وهذه الأساليب قد مارست ضدنا نحن المحتجون والمحتصمون، منها الخطف والقتل والاغتيال. واليوم ساحة الخلاني تشهد كل يوم يعني شهيد أو شهيدين. هذه الأساليب هي أساليب
بالتأكيد أساليب مجرمة ضد حقوق الإنسان، ضد حقوق التظاهر. اليوم هذه القوة التي تقتل بدم بارد هي بالتأكيد هذه القوة، هي قوة الفاسدين، قوة هذه الأحزاب التي يعني عملت ما عملت من فساد ومن قتل. اليوم المتظاهرين والمحتجين وكل الشعب العراقي يعني يعرف بين من يعني من يعني يقفون ضد المتظاهرين، فهم بالتأكيد هم قتلة وسوف يحاكمون، وسوف يكون هناك قصاص عادل قريب جدا إلى كل من يعني قتل متظاهر وعمل ما عمل ضد هذه الاحتجاجات وضد هذه الثورة العظيمة.